إذن بعزف السلام الجمهوري انتهى الحفل اللي تابعناه طبعا في قصر القبة. أكثر من 50 دقيقة، 53 دقيقة تحديدا هي مدة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أصدر أول قرار جمهوري يبدأ بعهده بتكريم سيادة المستشار عدلي منصور الرئيس السابق بمنحه قلادة النيل أعلى طبعا وأرفع تكريم في الجمهورية. خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتضمن نقاط كثيرة. إذا كان بيتكلم عن المصارحة والمكاشفة واستعراض للوضع الداخلي والأزمات اللي بنتعامل معها على المستوى الداخلي وأيضا الخارجي، لكن كمان في كلام بمثابة خطة عمل أو برنامج هو بيتعهد بتنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة مدة ولايته. اتكلم عن عدد من الأولويات، منها على سبيل المثال يعني في الوضع الداخلي تكلم عن طبعا هو بدأ بتحية كل شهداء مصر، اتكلم عن مبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيو اللي جاء تصحيحا للمسار، اتكلم عن موقفه من محاربة الفساد، واتكلم عن الإرهاب وأولوياته طبعا اللي هي تطوير جهاز الشرطة وتحديث المنظومة الأمنية ودحر الإرهاب وتحقيق الأمن، وبالتالي في إشارة واضحة لجماعة الإخوان أو كل من أراق الدماء وقال لا مكان لهم في المسيرة ولا تهاون ولا مهادنة معهم. اتكلم ايضا بخصوص برنامجه أو خطة عمله عن دور رجال الأعمال، توفير المناخ للاستثمار، خلق فرص عمل، قطاع الصناعة ومشروعات صناعية، ثروة معدنية. يعني الحقيقة كلام كتير يمكن ما تقلش خلال الحملة الانتخابية أو البرنامج الانتخابي اللي كان كتير بيتكلمه عنه. المنظومة القيمية والأخلاقية وضرورة الاهتمام بيها، دور الأزهر، دور الكنيسة، دور المثقفين، الفنانين، الإعلاميين. اتكلم أيضا عن قطاعات الدولة المختلفة، سواء من صحة، تعليم، وأنه هيتم زيادة الموازنة أو رفع العاملين بهذه القطاعات طبعا المستوى المادي بيهم بشكل تدريجي. وجه التحية للمرأة المصرية ودورها، أيضا للشباب، للبسطاء، وتعهد أنه هيقدم ليهم حياة أفضل خلال الأربع سنوات القادمة. أيضا في ملفات على المستوى الخارجي، لما تكلم عن علاقات مصر الدولية وتكلم عن البعد العربي، البعد الأفريقي، العلاقات الدولية اللي اتكلم عنها أنها تكون أكثر اتزانا وأنه لا بديل لطرف على حساب طرف آخر. جملة من النقاط هسمع رأي ضيوفي الكرام فيها، تعليقهم على هذا الخطاب سواء من الناحية الشكلية أو من ناحية المضمون. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية أستاذ نبيل زكي وأستاذ أكرم القصاص ودكتور جمال سلامة اللي طبعا كنا متابعين وبنستمع لهذا الخطاب المطول. أسمعك أستاذ نبيل، تعليقك قرايتك للخطاب أولا. الخطاب شامل، يعني لم يترك صغيرة أو كبيرة، يعني برنامج شامل تناول كل مجالات الحياة في مصر. لكن أنا عايز أركز على بعض النقاط الهامة. نمرة واحد، تأكيده على أن دولتنا مدنية وحكمنا مدني. أيضا الحديث عن أن المستقبل القريب سوف يشهد استعادة الدولة المصرية لهيبتها. أيضا حديث عن الدفاع عن دولة القانون والحق والعدل وبث الأمن في ربوع البلاد. أيضا الحديث عن أن وحدة الدولة، الحديث عن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لم يكن حديثا عاما وإنما تناول الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدود الدخل وتنمية المناطق المهمشة. ليس فقط، إذن نحن لا نتحدث فقط عن الحفاظ على الهوية المصرية وطبائعنا الثقافية، وإنما نتحدث عن العدالة في توزيع الدخل، وده كلام محدد. العدالة في توزيع الدخول، وكلام يعني لا يحتمل التأويل. وإزاي توصل ثمار الإنتاج يعني بالضبط. هنا بقى بيتكلم عن التنمية الشاملة، وده ذكرني بخطابه في الصباح اللي تناول فيه باللفظ كده بالتعبير الدقيق إن احنا بصدد النهوض الشامل الذي يعوضنا عما فات ويصحح أخطاء الماضي. هذا كلام مهم.
أنا في تقديري أيضا أنه في جانب لا يمكن إغفاله في الخطاب، اللي هو أنه يعني ليس من الأمانة أو الواقعية أنه الرئيس السيسي يعد بالتخلص من تلك التركة الثقيلة دون مشاركة المواطنين جميعا. بتكلم أيضا عن من أولوياته دحر الإرهاب، تحقيق الأمن باعتبر دي على رأس الأولويات، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد إعادة نشر الأمن والنظام في الشارع المصري، ودي نقطة تهم كل مواطن النهاردة في البلد، لأنه إزاي هتعمل اقتصاد بدون أمن؟ إزاي هتجيب استثمارات؟ إزاي هتحيي النشاط الاقتصادي؟ إزاي هترجع السياحة؟ تحتاج إلى فرض الأمن والأمان. كل ما تناوله بقى في التفاصيل عن دور وطني، احنا هنرجع ندخل في التفاصيل الأعمال إلى آخره، توسيع المحافظات أو محافظات جديدة، لكن بشكل عام حسيت الخطاب يعني أرضاك؟ حسيت أن فيه خطوات عمل هتم؟ خطاب مسؤول، وأيضا لأن الخطاب يؤكد لي أن الرئيس السيسي وضع يده على كل متاعب وآلام ومحن المصريين عبر عقود زمنية طويلة، مفهوم، ويبحث لها عن حلول حقيقية وجذرية.